بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماركوب. اليوم غادي نكملوا التمارين ديال ليسباس فيكتوريال بالضبط الفقره ديال الباز اي ديمونسيون. غنشوفوا التمرين رقم 18. التمرين رقم 18 عطانا واحد لونسومبل اللي هي هذه لونسومبل او معرفه في ار 3 بعد العلاقه هذه لا ريلاسيون اكس بلس 3 واي ناقص زد كيساوي زيرو. السؤال واحد قال لك فيغيفي كو او 1 ايتان سو اسباس فيكتوريال نسميتو او كي او 1 كي او كيف كيف. اذا سو اسباس فيكتوريال دو ار 3 هذا مهمه ديال شنا من قبل ما نضيعوش فيه الوقت، يعني حيت هنا خصنا الوقت، مازال خصنا نخدمو لي زابليكاسيون لينيير، مازال خصنا نخدمو ليماج الكير، داكشي كامل خصنا نخدمو، يعني ما نضيعوش الوقت. اذا سو اسباس فيكتوريال دو ار 3 وي تروفي لا باز اي لا ديمونسيون دو او. انا عندي نشوف هي لا باز و ديمونسيون بالنسبه سو اسباس فيكتوريال. هذا راه يخرج لك سو اسباس فيكتور، سير حاول معاه انطلاقا من ربعه الفيديوهات اللي شفنا من قبل، يعني اول ربعه الفيديوهات في اسباس فيكتور. اذا باش نخرج انا الباز والديمونسيون كنبدا بالباز. الديمونسيون شي حاجه سهله الا خرجت الباز. اذا كنجي لهاد الغولاسيون ديالي شحال ما كانوا عندي، وحتى الديمونسيون راه قلت لكم كيفاش تشوفوا. دابا الديمونسيون بغيتو انا دابا، بغيت دابا الديمونسيون، الديمونسيون ديال بغيت انا قبل ما نخدم الباز نشوف شنو هو الديمونسيون. ديمونسيون ديال او كيساوي لي شنو هو ديمونسيون ديال المجموعه اللي خدام عليها هنا، شنو هي ار 3 ديمونسيون ديال ار اس 3 ناقص شنو عدد الشروط، شحال عندي من شرط، شرط واحد. اذا هنا ديمونسيون ديال ار اس 3 شنو هو، هو 3، قلت لك ديمونسيون ديال ار اس ان هو ان، وهنا ناقص واحد، اذا كيساوي لي جوج. اذا ديمونسيون ديال او شحال كيساوي لي جوج، الا بغيت نعرفو قبل حتى ما نخدم صافي. حنا نخرجو، حنا عيا باش نتاكدو بلي داك الباز اللي خرجنا راه صحيح، يعني خصو يخرجو فيه العناصر جوج. اذا حنا شنو غنجيو لهاد الغولاسيون اللي عندنا اكس بلس 3 ايكغيك موان زد ايكال زيرو. دابا هنا نخرج اما اكس اما زد، خرج اللي بغيتي. انا بان لي سيدي نخرج زد، شنو هي زد؟ زد ديال الطرف الثاني شنو يبقى لك هنا اكس بلس 3 ايكغيك. هنا كانت ناقص زد بيتها الطرف الثاني ولات زد، و اكس بلس 3 ايكغيك بقات كما هي. اذا هنا انا واحد الفاريابل واحد، يعني درتو بدلت لي فاريابل جوج الاخرين. اذا هنا اكس ايكغيك زد اش كيساوي لينا؟ بالنسبه لاكس ما عنديش عليها شي معلومه، كتبقى اكس. ايكغيك كذلك كتبقى ايكغيك، حيت الشرط ديالي خرج ليا غير زد. وبالنسبه للزد شنو هو؟ هو اكس بلس 3 ايكغيك. و اكس بلس 3 ايكغيك. اذا شنو قلنا كنديروا له هذا؟ عندي ثلاثه، عندي جوج ديال لي فاريابل، يعني اكس مضروبه في واحد الفيكتور. شنو هو الفيكتور؟ هنا كنشوف في السطر الاول اكس فاش كتمضروبه في واحد، في السطر الثاني اكس فاش كتمضروبه، تقول لي ما كايناش، غنقول لك بلي كتمضروبه زيرو. وهنا اكس فاش مضروبه في السطر الثالث في واحد، زائد شنو المتغير الثاني؟ ايكغيك مضروب في اش؟ السطر الاول فيه ايكغيك ما فيش، اذا راه ايكغيك مضروبه في زيرو. السطر الثاني فيه ايكغيك فاش مضروبه في واحد، السطر الثالث فيه ايكغيك فاش مضروبه في ثلاثة. اذا هذه راه هي فامي جينيراتريس، راه بينا انطلاقا من هنا صافي. هذه راه جينيراتريس حيت هي ديك لاندا او لاندا جوج اللي كنا كنمشيو نقلبوا عليهم باش نبينوا ان واحد الفامي فامي جينيراتريس هو كيعطيها لي فيها لي فيكتور. حنا دابا عطاو هنا ها هي ديك لاندا واحد هي اكس، لاندا جوج هي ايكغيك، يعني مكتوبه بدلاله لاندا واحد لاندا جوج. اذا هذه راه هي جينيراتريس. ومين كتكون جينيراتريس يعني ما على نهايه ديال لي كومبينيزون لينيير، اش كنقول على هذه؟ راه هي نفس الفيكتور ديال اش ديال او. الفيكتور ما هو الا ذاك ما لا نهايه من لي كومبينيزون لينيير ديال لي فيكتور. اذا هنا كنكتب لي فيكتور ديالي واحد زيرو واحد، وبالنسبة للفيكتور الثاني هو زيرو واحد ثلاثة. صافي هو زيرو واحد ثلاثة. إذا الفيكت ديال أو شنو هو؟ هو واحد زيرو واحد وزيرو واحد ثلاثة. إذا هذا بالنسبة للفيكت ديال أش؟ الفيكت ديال أو. إذا حنا الفيكت هو خرجناه، دابا كنعرفو بلي هذا شنو؟ هذا راه جينيراتريس. خصنا الشرط الثاني شنو نبينو؟ بينو بلي راه ليب. الا بينا راه ليب صافي، هذا راه ايتان باز صافي، راه ايتان باز. هنا ما عرفتش كيساوي صحيحه ولا لا، واش خصنا نكتبو الفيكتور ديال
المهم تما الكتابه ربطوا معاها البال، واش كنكتبوا الفيكتور وكنديروا هاد جوج معقوفات ولا كنكتبوا الفيكتور ديال ب هو هذا. المهم انا الكتابه ما ديوش عليا، ما عرفتش حتى نزيد نقلب ونقول لكم ديك الساعه نصح نقول لكم واش غلط ولا صحيحه، ما صدقناش في الكتابه. المهم هادي قلنا جيني غاتقيس نجي نشوفوها دابا واش هي ليغ ولا لا. اذا باش نبين ليغ هنا عندي جوج ديال الفيكتور، غنوضع جوج ديال المتغيرات لاندا واحد ولاندا جوج، حيت ان لاندا واحد مضروبه في الفيكتور الاول يعني واحد زيرو واحد زائد لاندا جوج مضروبه في الفيكتور الثاني شنو هو؟ هو زيرو واحد ثلاثة. خصو يساوي لنا الزيرو ديال ار تروا شنو هو؟ زيرو زيرو زيرو. اذا هنا الجمع لاندا واحد في واحد شحال هي لاندا واحد في واحد؟ هي لاندا واحد زائد لاندا جوج في زيرو هي زيرو. هنا لاندا واحد في زيرو هي زيرو زائد لاندا جوج في واحد شنو هي؟ هي لاندا جوج. وهنا لاندا واحد في واحد هي لاندا واحد زائد لاندا جوج في ثلاثة يعني زائد ثلاثة لاندا جوج. اش كتساوي لينا هادي؟ هي الفيكتور نيل فين ار تروا، صافي هي الفيكتور نيل ار تروا. هنا مباشرة كيبان لي اكس اي لاندا واحد شنو هو؟ زيرو، ولاندا جوج هو زيرو، ولكن خصني نتأكد من هاد الثالثة. نعوض بزيرو زيرو، زيرو زائد ثلاثة بزيرو هي زيرو، راه هي اللي عندي هنا. إذا شنو خرج لينا هنا؟ لاندا واحد كيساوي لنا لاندا جوج كيساوي لنا زيرو. ملي كتخرج لنا لاندا واحد كتساوي لاندا جوج كتساوي لاندا حتى الان كيساوي زيرو، كنقولو بلي داك الفامي مالا راه هي فامي جينيرات، راه هي فامي ليبر. إذا هاد بي هادي مالا راه هي ليبر، هاد بي هادي ليبر وجينيراتريس. إذا شنو الشروط؟ بجوج تحققو ليبر وجينيراتريس. إذا هاد فامي مالا هي إيطان باس فاين أو أن ولا أو هنا سماوه اذا هاد الفامي هادي نسميها ب واحد زيرو واحد وهنا زيرو واحد ثلاثة. شمال هادي إيطان باس دو أ. بغينا الديمونسيون، شنو هو الديمونسيون ديال أ؟ شنو هو الديمونسيون ديال أ؟ هو الكاردينال، هو عدد العناصر اللي كاينين في هاد المجموعة بي ديال، هو الكاردينال ديال داك الباص. شحال فيه من عناصر؟ فيه جوج. واش هو نفسو الديمونسيون اللي جبناه قبل ما نخدمو ولا ماشي هو؟ شنو قلنا الديمونسيون قبل ما نخدمو؟ هو الديمونسيون ديال أ تروا اللي هو روا ناقص عدد الشروط. شحال هو؟ واحد ثلاثة ناقص واحد هو جوج. إذا حنا خرجنا ديمونسيون، ديمونسيون هو عدد ديال لي فيكتور اللي غيكون عندنا في هاد الباص اللي كنخرجو من هاد السو إسباس فيكتوري. إذا هذا كان التمرين رقم 18، مازالنا التمرين رقم 19 و 20 بالنسبة الباز و الديمونسيون باش ندوزو لأشياء أخرى. و راه تابع لنا لابليكاسيون لينيير، صافي راه تابع لنا لابليكاسيون لينيير خصنا نخدمو فيه مزيان. إذا نشوفكم في حصة مقبلة مع تمرين آخر بالنسبة لسباس فيكتوريال. نتمنى تكونوا فهمتوا، فهمتوا كومونتير قولوا فهمنا شنو ما فهمناش باش يعني نحسنوا من المحتوى. إذا نشوفكم في حصة مقبلة مع تمرين آخر في لسباس فيكتوريال مع تمارين أخرى، حنا ما واقفينش.